ده ديالي، السلام عليكم. هادو اللي ديدات النور. شو على خويت ما جابت، شو جات من المغرب، شو على خويت ما جابت النور ديالي. وان شاء الله غنملو واحد الكيكه مع بعضتنا، كتحمق خزو التفاح التين الزبيب، في هذيك شي القريفه اللوز، كتجي كتحمق. قطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها شو كتبقى رطبه من داك الشيء الرفيع. والله بسم الله. وشوفوا الكبيده، شوفوا كيفاش كتجي، شوفوا والله الا كتجي وغزاله ورطبه. ها كتشوفوا الكبيدات ديالي والعوينات ديالكم، ها بلا كدو بلا والو، ها مفشفشه وغزاله. ونتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو الكبيدات متبخلوش علينا العمران، الله يجازيكم بخير. ونتمنى ان شاء الله تعملوها وتعودوا لي عليها. ودابا يلا معايا انا المقادير وطريقه التحضير، والله ما تندموا عليها، ما غتندموشي ابدا. بسم الله نفتح لكم. شوفوا الكبيدات، الله ما تندموا ان شاء الله. يلا باموس، يلا مع بعضيتنا نعملوها. البيدات ديالي، السلام عليكم، مرحبا بكم في شيوتهم سليمان. نتمنى يا ربي تكونوا صحيحه والعافيه ان شاء الله، وانتم كتشاهدوا لي هذا الفيديو وتشجعونا ان شاء الله باذن واحد الاحد. والكبيدات ديالي اليوم واحد الكيكه كتجي لذيذه بزاف، وانا عاملاها في الاولانيين في القناه ديالي، ودابا غنعاودها معكم عاود شكيل اخر، ونطلبوا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم الكبيدات ديالي. ونبداو المقادير. عندي هنايا 5 د البيضات بالحق صغار، الا كانوا كبار غير 4 هادو ديك الصغيورين كنعمل 5 وتعملوا 5 ولا 4 فحال فحال. كاس د العنبة السكر بني، ها هو فين هو. عندي هنايا واحد 100 د الغرام ديال الزبيب، عندي واحد الحمض الليمون، الناس الداخليه يقولوا الليمون، التينه برتقاله كامله محكوكه، ها هي فين هي الكبيدات. عندي هنايا واحد مغرفه كبيره د القرفه، الخميره د 15 غرام. عندي هنايا تفاحه كبيره محكوكه، وجوج ديال صنوريات تجعيده خزو جزر جوج صغار ماشي كبار بزاف محكوكين. عندي هنايا العصير هاد الحمضه، هادي نص كاس العنبه، وعاد نكمل نص كاس حتى هو د الماء طايبين معاها. هادو هما المقادير والطحين اللي رفدت، وعندي واحد شويش ديال اللوز وطحنته بعيد عليا، ما قدرتش نجبدو. انا دابا غنجبدو شويه، 50 غرام هيدا كاع باش هو هاد الريسيته هادي كتمشي فيها الكركاع كيجي بها غزال، ولكن انا ما جبرتش عندي، غنعمل اللوز وانا نوريه لكم ان شاء الله. البيضات ديالي البيض وواحد القميصه د الملح عندي هنايا، نسيت ما وريتكم شي كاس الزيت قبيلاتي، الكاس الزيت د العنبه ناقص شي حاجه. وغنعمل كاس د الزيت، الماء والتشين، شي دقه وحده، والسكر. السكر الا بغيتو تزيدو الصراحه ما كتجيش حلوه بزاف هايده، واذا بغيتو الكبيدات ديالي تزيدو السكر زيدو كاس ونص السكر، انا ما غنزيد لا شي، هذا بركة عليا. وخط في فيه حمطه شويه كيكونوا حلوين، وحمطه شويه فيها الزبيب فيها صبرك عليا. ثم عملوا كاس ونص الكبيدات تجيكم حلوه. والمهم هذه ما احتاجتش بالماكينه، بحق اللي بغى يعمل يعملها، هذه سهله. انتم كتشوفوا غنخلط هذا الشيء السكر وهذا الشيء مع بعضه، ورجع عندكم باش ما يجيش الفيديو طويل. الكبيدات انتم الكبيدات خلطتهم مزيان مع بعضه، انتم دابا غادي نعمل هذا التشين قشيره د التشين اللي كيعجبو، اللي ما كيعجبوش يعمل بالليمون، هذا كل واحد كيبقى على حسب. حق زعما الصراحه كتجي غزاله. ها اللوز اللي قلت لكم طحنت واحد 50 غرام، ها هو فين هو، هي الصراحه كتجي غزاله بالقرقح. ولكن فتشت عليه ما جبرتش، قلت يلاه زيد حتى اللوز مزيون، الكاوكاو، الجنجلان، اللي بغيت حتى هما كيجي مزيون. دابا عندي في الطحينة الكبيدات ديالي على حسب، طحين على حسب الكبيدات. انا دايما كيقولوا ضروري القياس، والله ما ضروري القياس، والله العظيم صح
الصراحه في الطحين، كل واحد عينه ميزانه مع الكيكه ديالو عادي، ولكن البيض مره كيكونوا كبار مره كيكونوا صغار، تفاير في الزيت تفاير في شي حاجه اخرى. اذا الطحين كب شويه بشويه، ما تكبش في دفعه واحده بزاف، شويه بشويه حتى تشوف راسك. دابا هذا غنخليه ضروري خفيف واحد شويه، داياش ملي نكب هذا الشيء هذا نشوف راسي شحال عندي، واش نزيد واش لا. الا بقى خفيف نزيد واحد شويه، ما بقاش خفيف بقى هو هذاك صافي. عينكم ميزانكم. والمول ديالي ها هو فيها الطحين والزبده، ها هو الكبدات 25 فيه. المول عاود الا الكبدات بغيتو تجيو عاليه كثر يدكم وعملوا المول صغير، وإلا بغيتي تجي رقيقه ما تكونش غليظه بزاف عملوا هذا في المول كبير صافي. هادو هما اللعيبات اللي كاينين في الكيكه عاليه وحاميه، وهي الكميه هادي نيت وتعملها في شي حاجه صغيره غتجيك رقيقه، الا عملتيها في شي حاجه عاديه غتجيك عاديه. هي صافي. بسم الله. الخميره 15 غرام الكبدات كتجي فازقه بالتفاح وبالجزر، ها هما وخفيفه وسهله ما فيهاش بزاف ديال الخرابق الصراحه، وصحيه. كنعملها انا حتى بالشوفان كتجي غزاله والله العظيم، طحين بالشوفان كتجي غزاله، ومع القرقع كتجي كتحمق. كل واحد وذوقه، تجي اللي كيبغي هو صافي. الكبدات كل واحد وذوقه صافي، مع نزيده لا طحين لا والو. ها نتوما كتشوفوا مخلط فيها كلشي، ودابا ان شاء الله الفران ديالي كايسخن الكبدات، غنعملها في المول ونعملها في الفريران، وملي طيب نرجع عندكم تشوفوها. هاي الكبدات خويتها نضرب عليها حد شويه هيدا ونعملوها في الفريران ديالها. هانتوما الكبدات الكيكه ديالي، شوفوا تبارك الله شحال طلعت، كندخل عويد بحال الكيكات كاملين. ها ودابا ملي نجي نزينها نوريها لكم مر عمران. دابا ان شاء الله خرجتها، شوف كتشوفوا كيف كتجي فنة 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 فنة. هانتوما الطيار ديالها ما محروقة ما حتى حاجة، كتشوفوا الكبدات تبقاو معايا. هانتوما عملت واحد ثلاثة المغرفة ديال السكر كلاص، غنعصر فوق منه واحد شوية د الحامض، هاهو. ويلا طاحت تما شي وحيدة نجبدوها. غنزيد عليها شويه ديال الحليب حيت مخصوش يجي ثقيل، ما خفيف. غنزينو بها وصافي صافي، وغنبقى بالتيني دور بالمشيك كنخلط فيها. ها نبقى ندور فيها عيب يد واحد كنصور بالكاميرا عندي في يدي، غنبقى نخلط نخلط تيدمج لي مزيان، وغنكبها فوق منه. بقاو معايا الكبيده ديري ما تهربوش. ايوا انتما الكبيدات عملت لها ديك الكلاجات الكلاصاج ولا شنو هو هذه. اكيد غير هيدا يلا ديك الشي خفيف. ها نساليه كامل، واخا نعملو هيدا عشوائي كيهود على التجنيبات، هادي الزينه سهله ودايما كيعرف اي واحد الكبيدات. معايا انا ما عملتها شي حلوه، ايوا ان شاء الله تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. حكيت شويه ديال التشينه وعملت لها شويه السكر، وغنعمل له هيدا. ها وها الكيكه ديالنا، وتبرد ان شاء الله نقطع لكم واحد طريف الكبيده ديالي. ها هاي الزينه خفيفه كتجي لذيذه وغزاله، نتمنى تعجبكم الكبيدات. الكبيدات ديالي ها هو شكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، ديال خز والتفاح والزبيب. والمهم نتوما دخلوا غادي تشوفوا ان شاء الله، كتجي بنينه ولذيذه وغزاله، وكيحمقوا عليها حتى الدراري والله، كتجي فنه 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 ولذيذه. ولا عملتوها ما تندوش عليها الكبيدات. كنتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، واذا عجبتكم الكبيدات ما تبخلوش علينا، فضلا ليس امرا، ما تبخلوش علينا الكبيدات. ها غزيوله ومزيونه وتبارك الله، وكتبقى رطيطه حيت كتجي شويه شم
مبزقه شويه كتجي غزاله غزاله، وكتبقى عاملوها في الطبي وغطيوها، والله الا تبقى لك حتى سيمانه ما كيوقع لها حتى شي حاجه. ونتمنى تعجبكم الكبيدات وتكون عند حسن ظنكم. فضل الله ليس امرا، ما تنساوناش هي الكبيدات ديالي وبشيوات ام سليمان اللي ما جاي ان شاء الله، ويا ربي تعجبكم ان شاء الله. كنتمنى تساندونا وتشجعونا واحد شويه. شكرا للكبيدات، جزاكم الله الله يرحم الوالدين. وتسناو وصفه اخرى ان شاء الله، ولا بلوك اخر اللي كان بسيت الكبيدات ديالي، وجزاكم الله الله يرحمكم الوالدين.